صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة، والبداية مع العناوين. اشتباكات ضارية تخوضها المقاومة في الشجاعية لليوم السادس، والاحتلال يؤكد مقتل جنديين وإصابة ثلاثة في محور نتساريم، ويكثف قصف خان يونس ويجبر الآلاف على النزوح وإخلاء المستشفى الأوروبي. الاحتلال يعترف بمقتل رقيب بانفجار عبوة ناسفة في طول كرم، والإعلام الإسرائيلي يعكس قلق الجيش من تهديد العبوات في الضفة ويقارنها بهجمات حزب الله في الثمانينيات في لبنان. وعلى جبهة الإسناد اللبنانية، المقاومة الإسلامية تستهدف مباني تحصن فيها جنود الاحتلال، وإعلام تل أبيب حرب الاستنزاف في الشمال خلفت دمارا وخرابا في أكثر من 130 مستوطنة. استهدفت 4 سفن تابعة لثلاثي الشر، الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. القوات المسلحة اليمنية تعلن عن 4 عمليات عسكرية جديدة ضد 4 سفن بالصواريخ البالستية وتؤكد تحقيق إصابات. المرشحان الرئاسيان الإيرانيان جليلي وبيزشكيان في مناظرتهما الأولى للجولة الثانية، نقاش في الملف النووي والعقوبات الغربية ووعود بتحسين الظروف المعيشية. وفي الولايات المتحدة، بايدن يصف قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب بالسابقة الخطرة ويحرض الأمريكيين على معارضته. الرئيس الفنزويلي يقول سنستأنف الحوار المباشر مع واشنطن غدا حول الالتزام بالاتفاقات الموقعة في قطر. في اليوم 70 بعد 200 للعدوان، المقاومة على تصديها البطولي على محاور عديدة في القطاع، ولا سيما في نتسريم ورفح والشجاعية، رغم المجازر المستمرة والعمليات العدائية المتواصلة، فيما جبهات الإسناد على فاعليتها ونشاطها نصرة لغزة وفلسطين. تواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال في القطاع، حيث أفاد مراسل الميادين بالشبكات تخوضها المقاومة في الشجاعية شرق مدينة غزة. وكانت المقاومة قد قصفت منطقة نتسريم ومقر قيادة الاحتلال هناك بأكثر من 200 قذيفة تاون. وأفاد مراسلنا بوقوع اشتباكات ضارية ما دفع الفرقة 99 التابعة لقوات الاحتلال إلى الطلب من سلاح الجو إنقاذها في المنطقة، وفيما تحدثت مواقع إخبارية عن مقتل 5 جنود. اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين في نتسريم، فيما أصيب 3 آخرون، أحدهم إصابته خطرة وآخر جروحه بالغة. في المقابل، كثف جيش الاحتلال قصف خان يونس تمهيدا لعملية عسكرية جديدة هدد بشنها في المدينة. وعلى مدى ساعات تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة لغارات جوية وأحزمة نارية. وقال مراسل الميادين إن القصف استهدف مناطق بينها قزان رشوان في الجنوب ومفرق المطاحن في الشمال وعبسان الكبيرة في الشرق، وأسفر عن شهداء وجرحى. وقبيل فجر اليوم وصل 8 شهداء وأكثر من 30 جريحا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة من جراء القصف الإسرائيلي المكثف على المدينة. وتحت القصف والتهديدات بتوسيع العمليات العسكرية، أجبر جيش الاحتلال الآلاف على النزوح من مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى منطقة المواصي غرب المدينة. وجاء الإنذار في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي واتصالات مسجلة وصلت إلى سكان ونازحين في المناطق الشرقية من خان يونس أجبرتهم على النزوح مجددا. النازحون في المواصي يعيشون وضعا مأساويا ونقصا كبيرا في الموارد الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والرعاية الطبية والغذاء.
اجلنا رسالة تلفونات يا حالتي. شوف الطلة، شوف شوف الأطفال، ما جن احنا اخذت لك سيارة نركب فيها، سيارة ما احنا نركب فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل وبس. اجينا على الشرقية، بعدين طلعنا على الأوروبي، بعدين طلعنا على رفح، بعدين رجعنا على مسيرة ثانية، مسيرة رجعنا على ناصر، الحين طلعنا فوق على مخيم الصمود. يا لا والله كمان بكره وين نروح؟ يعني تعب تعب تعب. المرة هذه ما أخذناش ولا حاجة معنا. أنا فيش وقت أصلاً شيل حاجة. مش مواصلات أصلاً. هينا رايحين ندور على مكان نرحل. أنا صرت نازحة 6 مرات من رفح. حسبنا الله ونعم الوكيل. في غضون ذلك أخلت الطواقم الطبية والفنية مستشفى غزة الأوروبي من المرضى والجرحى والأدوات والأجهزة الطبية بعد أنذار الاحتلال بإخلاء منطقة الفخار التي يقع في نطاقها المستشفى. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن مستشفى الأمل التابع للجميع في خان يونس يكدس بالإصابات عقب إخطار الاحتلال، مضيفا أن طواقم الإسعاف قامت بنقل الإصابات من مستشفى ناصر بعدما أصبح المشفى مكتظا أيضا عقب تحويل المرضى من مستشفى غزة الأوروبي إليه. والآن ننتقل إلى قطاع غزة وبالتحديد من خان يونس، حيث ينضم إلينا من هناك مراسل الميادين أحمد غانم. أحمد صباح الخير. إذن الاحتلال يستهدف المناطق الشرقية في خان يونس ويهدد النازحين بالتوجه إلى المواصي طبعا تمهيدا للقيام بعملية عسكرية هناك. ماذا في آخر تطورات المشهد؟ هل مازال القصف مستمرا على خان يونس؟ وماذا في آخر تطورات المشهد في وسط القطاع بعد الغارات على منازل في المصيرات وأيضا في الشمال في مدينة غزة مع الاشتباكات التي ما زالت مستمرة بين المقاومة والاحتلال في حي الشجاعية؟ الوضع على حاله يا أحمد في خان يونس بعد سلسلة من الغارات التي طاولت عددا من المناطق التي طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها خلال يوم أمس. طبعا هذه المناطق كما ذكرنا آنفا، بعضها مثل القرارة وكذلك الفخاري، خزاعة وجيزان نجار، فضلا عن مناطق أخرى. الآلاف من النازحين خرجوا تحت القصف الإسرائيلي، من الواضح بأن هناك عدد من الإصابات وصلوا الآن في هذا الإسعاف إلى مستشفى ناصر. كما تتابع أحمد هذه الحالة التي تشاهدها هي جزء من حالة النزوح الكبيرة التي شهدتها منطقة خان يونس. الجيش دفع بالآلاف من النازحين للتوجه من المناطق الشرقية إلى المنطقة الغربية وكذلك مناطق وسط خان يونس. أنا أشاهد بالعين الآلاف من النازحين في الشوارع الذين باتوا هذه الليلة هنا بلا مكان في الحقيقة، وافترشوا الأرض والتحفوا السماء، وأيضا وصل عدد كبير منهم وسط غارات إسرائيلية طاولت كما ذكرت سابقا عددا كبيرا من المنازل في عبسان الكبيرة، في جيزان النجار، في مفترق المطاحن، في منطقة الضابط الجمركية شرقي خان يونس، وكذلك في منطقة معن. بعض المنازل المستهدفة لم يخلى منها يعني الشهداء بفعل ضراوة القصف يعني الإسرائيلي. هدأت منطقة خان يونس ولكن نسمع بين الحين والآخر أصوات لقذائف مدفعية في المنطقة الشرقية، ما وصل إلى مستشفى ناصر 8 شهداء وأكثر من 30 إصابة، ولكن عدد الإصابات كان كبيرا للغاية. أصلا هذا المستشفى هو مستشفى مكتظ بالسكان. الصورة التي تشاهدونها هي صورة عوائل نازحة تفترش الأرض هنا، لا تجد مكانا أصلا تذهب إليه، أسوة بالمئات من العائلات التي نزحت من المنطقة الشرقية لخان يونس. على كل حال الوضع أيضا في منطقة النصيرات على حاله، هناك ما زالت غارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية في المنطقة الشمالية للمخيم الجديد، وتحديدا في محور نيت سريم الذي شهد هذه الليلة عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية. أدت هذه العملية إلى مقتل 2 من الجنود الإسرائيليين وإصابة عدد آخر بجراح خطيرة أو ميؤوس منها كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. لا يعرف بالضبط حتى اللحظة ما إذا كان الكمين الذي نصب للجيش الإسرائيلي في هذا الحاجز أو إذا كان تمت مهاجمة هذا الحاجز بشكل مباشر أحمد، ومن ثم أطلقت قذائف من الهاون على قوات الجيش الإسرائيلي. اللافت أن هذه العملية تمت
خلال أو منتصف هذه الليلة، ولكن الطائرات الحربية قصفت بشكل عنيف للغاية، المدفعية الحربية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف للغاية، دفع الجيش بطائرات مروحية وأطلقت النيران من الدبابات، النيران الثقيلة من الدبابات للتغطية على هبوط مروحيات إسرائيلية لإخلاء القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. هذا الصباح تجدد القصف الإسرائيلي على المخيم الجديد أو شمال مخيم النصيرات، وتحديدا من المحور الممتد من صلاح الدين مرورا بالمغراقة فالزهراء فمنطقة شمال مخيم النصيرات وصولا إلى وادي غزة وكذلك شارع يعني الرشيد. أما في حيتل الهوى فيواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المنطقة الجنوبية الغربية من تل الهوى بالقذائف المدفعية، وكذلك تواصل المقاومة عملية استهداف تحشدات الجيش الإسرائيلي هناك من قذائف الهاون. أما الشجاعية فلا تزال ساحة اشتباك قوية وكبيرة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي على وقع غارات من الجو تستهدف منازل مدنية مأهولة بالسكان، هناك عشرات العوائل المحاصرة لا تستطيع الخروج، هناك عوائل محاصرة ليس لديها لا طعام ولا شراب، الآن يجري تشييع جثمان أحد الشهداء هنا كما تتابعون في الصورة حيث يتم دفنهم في أحدى المقابر القريبة وهي مقبرة مقبرة النمساوي. الشجاعية ما تزال العين عليها فيما تخوض المقاومة، هناك اشتباكات ضارية منذ منتصف الليلة الماضية تفجر طبعا دبابات الجيش الإسرائيلي المقاومة هناك كتائب القسام وسرايا القدس، توقع الدبابات الإسرائيلية في حقول الألغام ويستدرجون القوات الإسرائيلية إلى كمائن يعني محكمة، وواضح بأن الجيش الإسرائيلي قد عاد إلى الشجاعية ربما لاستعادة ردعه المفقود، ولكن المقاومة عادت لتؤكد على المؤكد وهو قدرتها على التصدي لهذا الجيش يعني الإسرائيلي. أحمد لو سمحت ابقى معنا نتحدث بعد قليل عن الوضع الإنساني أكثر في قطاع غزة وعن تطورات المجاعة في غزة حيث استمرت الأوضاع الكارثية التي يواجهها ما يقرب نصف مليون شخص في القطاع وسط حالة انعدام الأمن الغذائي، فيما عوائل كاملة تقضي أياما من دون طعام. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حذر من اشتداد المجاعة في مدينة غزة وشمالها، إذ إن الإمكانات الحكومية محدودة لتلبية حاجات السكان نتيجة العدوان المستمر للشهر التاسع. نعود إلى الزميل أحمد غانم. إذن أحمد، في ظل الإمكانات الحكومية المحدودة والتحذيرات من اشتداد المجاعة في قطاع غزة، كيف يتدبر الناس أمورهم خاصة على صعيد تأمين الغذاء، وفي أي مناطق هناك معاناة كبيرة فيما يتعلق بهذا الجانب؟ في الحقيقة الوضع معقد وصعب للغاية أحمد، نحن لا نتحدث عن عدوان إسرائيلي أو استمرار في حرب الإبادة فحسب، لا، إسرائيل تقتل الفلسطينيين مرتين، مرة بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ومرة بالحصار المفروض على غزة وحرمان سكان القطاع، أكثر من 1,500,000 نازح يعيشون في خيام النزوح وفي مخيمات النزوح ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تحولت إلى مراكز للإيواء بلا طعام أو شراب. الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق معبري رفح كرم، معبري رفح وكرم أبو سالم التجاري، ويحولان دون إدخال المساعدات الغذائية، ما يدخل فقط أو ما دخل خلال الأسابيع الماضية هي بضائع لتجار فلسطينيين طلبوا استيرادها فسمح نتيجة ضغط دولي أو تنسيق من الأمم المتحدة بدخولها إلى القطاع، ولكن هذه المساعدات أو هذه البضائع هي باهظة الثمن. الأمر الآخر أن إسرائيل تمنع إيصال الحوالات المالية إلى قطاع غزة، معظم الموظفون هنا في قطاع غزة لا يتلقون رواتبهم، معظم العاملين على نظام اليومي توقفت أعمالهم، القطاع الخاص توقف بشكل تام، لذلك الناس تواجه مشاكل كبيرة أو صعوبات كبيرة في توفير الغذاء اللازم لذويها، هذا في المناطق الوسطى والجنوبية. أما في مناطق شمال القطاع التحذيرات متوالية ومتواصلة أحمد من خطورة المجاعة هناك لم يتبقى
في منطقة شمال القطاع سوى الطحين وبعض المعلبات أو المعلبات، وهذه المعلبات أو ما تبقى منها أسعارها باهظة الثمن. الجيش الإسرائيلي أيضا يواصل منع إمدادات الغذاء من الدخول إلى المناطق الشمالية، إمدادات الدواء من الوصول إلى المناطق الشمالية، إمدادات الوقود اللازمة للمستشفيات يواصل منعها. ولكن الحدث الأخطر هو استمرار المجاعة. الآن باتت وزارة الصحة تعلن بشكل يومي عن وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية. إذا استمر هذا الحال في المناطق الشمالية، إذا ما اقترن الحديث أيضا عن أن إسرائيل دمرت وجرفت معظم الأراضي الزراعية المحاذية للسياج الفاصل التي كانت تمثل السلة الغذائية لسكان القطاع، سكان شمال غزة لم يتناولوا الخضار منذ مدة طويلة. كنا نتحدث عن كيلو جرام واحد من الطماطم في السابق كان لا يتعدى دولارا واحدا، اليوم في منطقة شمال القطاع كيلو جرام واحد من الطماطم أو من الخيار ربما يتعدى ثمنهما 100 دولار، هذا إن توفر. لذلك إسرائيل تمارس حربا حقيقية، وهي حرب التجويع بهدف ربما تدفيع سكان شمال القطاع ثمن صمودهم وبقائهم في المناطق الشمالية، الذين وهم من أفشلوا بطبيعة الحال مخطط التهجير من المناطق الشمالية مدينة غزة وشمالها. لذلك اليوم هم يدفعون ثمن هذا الصمود، يدفعون ثمن هذا البقاء. وإسرائيل تواصل حرب التجويع فيما تواصل مؤسسات دولية كالأونروا واليونيسف ومنظمة الغذاء العالمي والصحة العالمية التحذير من خطر هذه المجاعة على سكان شمال القطاع ولا سيما الأطفال منهم. شكرا لك على كل هذه التفاصيل أحمد غانم، مراسل الميادين كنت معنا من خان يونس. وبالعودة إلى عمليات المقاومة في غزة، أمس فقد أقر إعلام تل أبيب بمقتل أحد جنود الاحتلال وإصابة آخرين في حادثين منفصلين في القطاع. مواقع إسرائيلية أفادت بمقتل جندي وإصابة عشرات بينهم 3 حالات حرجة بانفجار فتحة نفق في غزة. كذلك أكدت إصابة عدد آخر من الجنود بعضهم في حال خطر إثر انهيار مبنى مفخخ في محافظة رفح. وكانت كتائب القسام قد أعلنت تفجيره بقوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها قتلى وجرحى. كذلك أعلنت القسام تفجير دبابة ميركافا 4 في حي تل السلطان بمدينة رفح، ونشرت مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات العدو المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة. منتصر قاعدين العدو، حتى الآن بتنتصر هيدا العدو، منتصر العدو. هيدا نصبين وعدتين وكمين بإذن الله كمين محكم. رجال القائد أبو محمد الجعبر. وإحنا الآن قاعدين. الشجاعية يوما ما بما أنجب. صايب الحداد قائد اللواء ايش بقول؟ بضاعتهم ردت اليهم، اليوم بدنا نوده لهم ان شاء الله باذن الله. هذه هديه لنتنياهو ان شاء الله من اسود الشجاعيه. نتنياهو كيف بخش الشجاعيه كمان مره، وان شاء الله بكون هذا مفخره ان شاء الله، وعليهم ان شاء الله بتكون مجزره. خلي السلك على حجار فوق. إن شاء الله بكون يعني شغال فعال، حطينا على صبيان شغال فعال. طيب سوي لما أقول لك فدي بتفدي. وكر ده القاعدة هنا ايش بتنتظر قاعد انت؟ بينه وبينك بننتظر والله يرزق.
بركي ان شاء الله تجينا واحده هيك مغاربه واحده ان شاء الله كم صف والله. ملاحم بطولية تسطرها المقاومة في الشجاعية ضد قوات الاحتلال المتوغلة. نشاهد هذا الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، وفيه تحية من الشهيد صالح العروري للشجاعية. الشجاعية في غزة تقف على خط الدفاع والهجوم. الشجاعية دفعت ثمن كبير ودارت المشهد في الاجتياحات وفي المواجهة التي تخلد في التاريخ وتكون هي الكرامة والعز والفخر. الشجاعية خط هجوم بإذن الله. سرايا القدس عرضت أيضا مشاهد من تفجير عدد من العبوات في الآليات العسكرية المتوغلة جنوب غرب رفح. بسم الله، الله أكبر، اللهم خذ من دمانا حتى ترضى. الله أكبر. إذن تتواصل الاشتباكات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فما هي أهمية هذا الحي وما أبرز الكمائن التي نفذتها المقاومة منذ بداية طوفان الأقصى داخله؟ أهلا بكم. لحي الشجاعية من كل حرب نصيب. في العدوان الحالي شن الاحتلال أكثر من هجوم لدخول الحي والقضاء على خلايا المقاومة فيه، إلا أنه يجد دائما تصديا ومواجهات ضارية. سنحاول الإضاءة على هذا الحي وعلى أهميته وصولا إلى أبرز الكمائن التي نفذتها المقاومة منذ بداية طوفان الأقصى. يعد حي الشجاعية من أكبر أحياء مدينة غزة بمساحة تبلغ نحو 8 كيلومترات مربعة، يقطنه نحو 100,000 فلسطيني نزح كثيرون منهم منذ بداية العدوان، وعدد آخر مع بداية الهجوم الإسرائيلي الأخير على الحي في الأيام الأخيرة. كان الحي العنيد هدفا عسكريا دائما للاحتلال في حروبه على القطاع، لأنه يمثل الجبهة الشرقية
لكل من محافظة شمال غزة ومحافظة غزة، وبالتالي يعد قاعدة أساسية لتنفيذ عمليات ضد مستوطنات غلاف غزة للحي ذكريات سيئة لدى قوات الاحتلال، حيث وقع عدد من جنوده في الأسر وقتل عدد منهم في عدوان 2014، ما دفعه إلى استخدام إجراء هانيبال القاضي بقتل الجنود إن كان الخيار الحتمي الآخر وقوعهم في الأسر في كمين الشجاعية المركب قبل أيام. كمين الشجاعية جاء ضمن سلسلة كمائن مركبة اعتمدتها المقاومة الفلسطينية، ففي الحي نفسه في كانون الأول ديسمبر الماضي قتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين أغلبهم من لواء جولاني في كمين محكم لكتائب القسام خلال توغل قوات الاحتلال في الحي. من بين الكمائن أيضا كمين المغازي بداية العام الحالي الذي كان وقعه كبيرا في الداخل الإسرائيلي، حيث قتل أكثر من 20 ضابطا وجنديا إسرائيليا في وسط القطاع بعدما فجرت كتائب القسام منزلا تحصنت فيه قوة هندسة إسرائيلية باستخدام قذيفة مضادة للأفراد، ما أدى إلى انفجار الذخائر والعتاد اللذين كانا بحوزتهما. كمين آخر للقسام أوجع أو بحوزتها كمين آخر للقسام أوجع الاحتلال هو كمين بيت حنون الشهر الماضي، وأقر بمقتل 3 من جنوده خلال عملية استمرت 26 ساعة ونفذت على 3 مراحل، إضافة إلى كمائن أخرى كان لها أثر كبير مثل الزنة وبيت لاهيا وجباليا وتل السلطان والزيتون وغيرها. إلى الضفة الغربية، حيث أعلن الاحتلال مقتل رقيب نتيجة انفجار عبوة ناسفة بنقلة جند لدى اقتحام طول كرم، فيما ذكرت منصات إخبارية أن ضابطا من وحدة دفدفان أصيب أيضا بجراح خطرة. سرايا القدس كتيبة طول كرم بثت مشاهد لاستهداف الناقلة ومحاولات سحبها. إلى ذلك، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تهديد العبوات الناسفة في الضفة يرتقي درجة، وفي أعقاب إقرار جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة ضابط في وحدة المستعربين بجراح خطرة في انفجار عبوات ناسفة بمخيم نور شمس بطول كرم. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في أي عملية توغل للجيش إلى مخيمات طول كرم أو جنين تفجر عبوات ضخمة، وأقر الإعلام الإسرائيلي بأن تجريف وحفر الطرقات لم يعد مجديا، إذ إن مستوى تطور العمل العسكري في الضفة مستمر في الارتقاء. وإلى جبهة الإسناد اللبنانية، حيث نفذت المقاومة الإسلامية أمس 7 عمليات استهدف معظمها مباني يتحصن فيها جنود الاحتلال في مستوطنات الشمال. المقاومة أعلنت استهداف مباني يستخدمها جنود الاحتلال في كل من مستعمرات جرانوت هجليل وكفر العادي والمطلي ورموت نفتالي ودفيفة بالأسلحة المناسبة. المقاومة دكت كذلك موقعي السماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة ومعيان باروخ بقذائف المدفعية، ما أدى إلى اندلاع نيران بداخلهما. حول آخر التطورات، تنضم إلينا من جنوب لبنان مراسلة الميادين فاطمة فتوني. فاطمة صباح الخير، ماذا في آخر تطورات المشهد في جنوب لبنان؟ هل رصدت أي اعتداءات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان هذا الصباح؟ نعم أحمد، فيما يخص آخر التطورات الميدانية التي شهدتها جبهة جنوب لبنان، سجل قبل قليل اعتداء هنا في القطاع، اعتداء إسرائيلي في القطاع الشرقي، تحديدا طالب مشروع بلدة الطيبة، حيث قامت درون إسرائيلية بإلقاء قنابل باتجاه هذا المشروع. لابد أن أشير إلى أن هذا المشروع يغذي عدد من البلدات التي تقع
في جوار بلدة الطيبة في القطاع الشرقي في محاولة لقطع شريان الحياة هنا في هذه المناطق. يحاول الاحتلال الإسرائيلي دائما، لابد أن أشير إلى أن مضخات هذا المشروع استهدفتها قوات الاحتلال أو طائرات المسيرة الإسرائيلية قبل 10 أيام، وعادت الفرق لتصليحها مجددا يوم أمس. تحاول الاحتلال الإسرائيلي قطع شريان الحياة في هذه المناطق. عدا عن ذلك، هدوء حذر يسود الجبهة جنوب لبنان مقابل فلسطين المحتلة. يمكن وصف هذا الهدوء بالخادع، خصوصا في ظل استمرار يوميات المواجهة بين المقاومين وقوات الاحتلال على طول هذه الجبهة. سرعان ما تتحول إلى أجواء حربية، تسمع صافرات الإنذار من المناطق الحدودية من مواقع ومستوطنات إسرائيلية تارة، وأصوات انفجارات أو انفجار المسيرات الانقضاضية والصواريخ التي ترسلها المقاومة والتي تصيب أهدافا داخل مواقع ومستوطنات الاحتلال بوتيرة تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي في التوقيت والمكان، يعني في مشهد تتحكم فيه المقاومة في الميدان، إذ أن بحيث يعني لا يوجد أي يوم يشبه يوما آخر منذ 9 أشهر تقريبا، حيث عندما تفاجئ المقاومة القوات الاحتلال الإسرائيلي كما حصل يوم أمس عندما تستهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بلدات جنوبية بليدة وكفر كلا في القطاع الشرقي. يتوقع الاحتلال الإسرائيلي ردا من قبل المقاومة في ضمن المستوطنات التي تقع في المنطقة نفسها، أي ضمن مستوطنات التي تقع مقابل القطاع الشرقي، لتفاجئه المقاومة فتضرب عمق دوفيف في مقابل القطاع الغربي أهدافا أو مبان يتحصن فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيتفاجأ جيش الاحتلال بانتقاء المقاومة للأهداف. نتحدث عن مبان يستخدمها أو يتحصن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذا هو الحال على جبهة جنوب لبنان. عمليات المقاومة مستمرة باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي كما حصل يوم أمس، حيث بات معلوما نفذت المقاومة يوم أمس سلسلة عمليات، 5 منها ضد مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا مبان يتحصن فيها جنود الاحتلال كما حصل في دوفيف والمطلق فرج العادي وراموت نفتالي، إضافة إلى جرانوت هجليل، وأيضا 2 كانتا في سياق الإسناد لجبهة غزة من هنا من جنوب لبنان. وتحديدا استهدفت المقاومة موقع معيان باروخ الذي يقع مقابل منطقة الوزاني في القطاع الشرقي، إضافة إلى عملية نفذتها المقاومة في موقع السماقة الذي يقع في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة. إذا كانت هذه أجواء المنطقة الحدودية أحمد حتى هذه اللحظة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل ومعلومات فاطمة فتوني مراسلة الميادين، كنت معنا من جنوب لبنان. في المقابل، أكدت صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية أن حرب الاستنزاف التي تدار في الشمال خلفت دمارا وخرابا في أكثر من 130 مستوطنة. وبحسب معطيات تابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، فقد أشارت الصحيفة إلى تسجيل 1023 إصابة لمبان وبنى تحتية من جراء صواريخ حزب الله ومسيراته في الشمال. وأضافت الصحيفة أن مستوطنة المنارة تلقت الإصابات الأقصى، إضافة إلى تضرر عشرات المنازل في مستوطنات تشتولة وكريات شمونة وزرعيت وأفيفيم التي سجلت العدد الأكبر من أضرار المنازل والمباني. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع تنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 4 سفن تابعة لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 4 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 4 سفن تابعة لثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وكانت على النحو التالي: العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة، استهدفت سفينة MSC يونيفيك الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية والقوة البحرية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، استهدفت سفينة دي لونكس النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع. فيما العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزال أنفيل بوينت البريطانية في المحيط الهندي،
وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وقد تم استهداف السفينة بعدد من الصواريخ المجنحة من خلال القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية. العملية الرابعة نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة، استهدفت سفينة لاكي سايلور في البحر الأبيض المتوسط، وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ومع توسيع نطاق عملياتها البحرية، تطور لافت وسريع تشهده قدرات القوات البحرية اليمنية بإطلاق طوفان المدمر كزورق هجومي مسير محلي الصنع، مؤكدة تنامي قدراتها التسلحية في مواجهة التحركات البحرية المعادية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من التصعيد اليمني دعما لغزة. أحمد عبد الرحمن. تهديد الزوارق اليمنية المسيرة يتزايد على السفن والقطع البحرية الأمريكية البريطانية الإسرائيلية بدخول الطوفان المدمر على خط العمليات. هو رابع سلاح نوعي محلي الصنع يكشف عنه خلال الشهر الأخير، ويبرز تطور قدرات القوات البحرية اليمنية تقنيا وعسكريا. التلويح بوصول حامل الطائرات روزفلت أو مدمرات جدد أو فرقاطات، فالقوات المسلحة والقوات البحرية جاهزة بكل إمكانياتها وأعدادها، وما ظهور هذه الأسلحة الجديدة وكشف الستر عنها إلا لوضع الأمريكان في الأمر الواقع، وأن أي ترفيع أو تصعيد عسكري في البحر الأحمر الغرض منه عمل عسكري ضد بلادنا أو ضد فلسطين، فالقوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وبكل حزم، خاصة السفن الحربية. بالتوازي مع تصعيد عملياتها بحرا، تمضي القوات اليمنية في تطوير قدراتها التسليحية وتعزيز ترسانتها البحرية بمنظومات جديدة على الرغم من العدوان الأمريكي البريطاني المستمر، كما تواصل تحذيرها السفن وشركات النقل البحري من مغبة خرق قرار حظر الملاحة عن موانئ الاحتلال الإسرائيلي. هناك تطوير دائم ومستمر يعني بفعل التهديدات التي يطلقها أعداء العدو الأمريكي الصهيوني، وبالتالي كلما طال أمد العدوان على غزة هناك تطوير وتطوير إلى أن نصل إلى المرحلة التي لن يستطيع فيها العدو الصهيوني والأمريكي أن يطلق التهديدات، لأنه سيصبح هو المهدد فعلا وقولا. تطور القدرات البحرية اليمنية يضع تحديات جديدة على القوى المعادية في المياه الإقليمية اليمنية، ويفرض توازنات تطال سير أي معركة بحرية مقبلة. من الصواريخ البالستية إلى المجنحة ففرط الصوتية، ومن الطائرات المسيرة إلى الألغام فالزوارق المسيرة، مفاجآت القوات المسلحة اليمنية تتوالى بحرا وجوا، ومع كل سلاح جديد يدخل أرض المعركة ترسم معادلة ردع يمنية جديدة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. إلى إيران، حيث جرت في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني الليلة الماضية المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشحين المتأهلين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مسعود بيزشكيان وسعيد جليلي. المناظرة تناولت القضايا السياسية والاجتماعية ومن ضمنها الاتفاق النووي والعقوبات والإنترنت وحقوق المواطنين. ومن المقرر أن تستضيف هيئة الإذاعة والتلفزيون مناظرة أخرى بين المرشحين اليوم قبل موعد الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يوم الجمعة المقبل. من الخطأ الاعتقاد أن كل شيء يعتمد على أمريكا والغرب. اليوم هم يعترفون بالفشل. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال بنفسه إنهم تعرضوا لفشل كبير في موضوع العقوبات،
الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت 15 مرة إن إيران نفذت جميع التزاماتها. لقد فعلنا أكثر من ذلك، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، وكانت النتيجة أنهم قاموا بتجديد العقوبات أكثر. اليوم إيران تبيع 2 مليون برميل من النفط، لأننا لم نبقى سلبيين ولم ننتظر إحياء الاتفاق النووي. حكومة روحاني السابقة كانت خاملة في انتظار ذلك، وكانوا يقولون إننا لا نستطيع بيع أكثر من 200,000 برميل يوميا. إذا أردنا أن ننمو ونتقدم ينبغي أن يكون اتصالنا بالعالم أفضل. سنبدأ بجيراننا ثم نذهب أبعد ما نستطيع. علينا أولا أن نحقق الوحدة داخل بلادنا. يجب أن نوقف هذه الصراعات، ثم علينا أن نعترف بأن مصالحنا تعتمد على التفاوض مع العالم وتأمين حصتنا. إذا تصورنا أننا نستطيع بناء قفص حول أنفسنا في عالم اليوم فهذا خطأ، وإذا اعتقدنا أنه يمكننا مقايضة البضائع فعلينا أن نعلم أنه لا يمكن نقل 100 أو 200 مليار دولار من خلال المقايضة. قال قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زادة إن الأسلحة التي يستخدمها الإخوة في فلسطين ولبنان ومناطق أخرى توضح أن إيران لم ولن تتخلى عن دعمهم. وخلال استقباله عددا من عائلات شهداء غزة أكد زادة أن ما حدث في فلسطين وانطلق مع طوفان الأقصى والمقاومة الباسلة التي أعقبته سيؤديان حتما إلى انتصار الشعب الفلسطيني. في العملية التي نفذناها ضد الطائرة الأمريكية المعتدية في الخليج أسقطنا جلوبال هوك بصاروخ واحد، وفي العملية الثانية أطلقنا 13 صاروخا نحو عين الأسد، وفي الثالثة أي الوعد الصادق أطلقنا 300 صاروخ، والآن نتمنى إتاحة الفرصة لتنفيذ الوعد الصادق الثاني الذي لا أعرف كم صاروخا سيطلق خلالها. إلى الولايات المتحدة، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة العليا بمنح سلفه ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب حصانة جنائية بأنه سابقة خطرة، محرضا الأمريكيين على معارضة المحكمة. قرار المحكمة يعني أنه لم يعد هناك الآن أي حدود لما يمكن أن يفعله الرئيس. إنها سابقة خطرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن. الحدود الوحيدة سوف يفرضها الرئيس وحده. ترامب كان قد رحب بما وصفه بالانتصار الكبير للديمقراطية بعد قرار المحكمة العليا إعادة قضية حصانته إلى محكمة أدنى في واشنطن. وقضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الاثنين بأن ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا في حكم يرجح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج الانتخابات عام 2020. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فإن القرار ينهي تقريبا احتمالات محاكمة ترامب قبل انتخابات تشرين الثاني نوفمبر ويمنحه قرينة الحصانة على ممارساته الرسمية. إلى فنزويلا، حيث أعلن الرئيس نيكولاس مادورو أن الحوار بين بلاده والولايات المتحدة سيستأنف غدا الأربعاء. وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني إن المحادثات ستستأنف إذ تلتزم واشنطن بالاتفاقات الموقعة في قطر وتعيد إرساء شروط الحوار. ليس لدى الولايات المتحدة أي أخلاق للحديث عن النظام الانتخابي الفنزويلي، وهم يعرفون من سيفوز في فنزويلا. أنا رجل الحوار وأريد أن أتغلب على هذا الصراع العقيم مع الولايات المتحدة. أعلن أن المحادثات ستستأنف يوم الأربعاء المقبل مع الحكومة الأمريكية بحيث تلتزم بالاتفاقات الموقعة في قطر وتعيد إرساء شروط الحوار باحترام ومن دون تلاعب، فلتكن حوارات علنية ومن دون تكهنات. في المملكة المتحدة يواجه حزب المحافظين تحديا كبيرا في ظل توقعات بتقدم حزب الإصلاح اليمني عليه في الانتخابات المقبلة.
ويعزو البعض السبب إلى فشل أداء المحافظين في ملفات عديدة أبرزها الهجرة. تقرير موسى سرور. ريشي سوناك يريد الاستعانة بمهارات زعيمه السابق بوريس جونسون لوضع حد للزحف اليميني المتمثل في حزب الإصلاح. قادة المحافظين يقرعون جرس الإنذار من تراجع شعبية حزبهم إلى مستويات لم يصل إليها من قبل، مع استطلاعات رأي تشير إلى إمكانية فوزه بمقاعد لا تتجاوز 150 وأخرى ترجح فوزه بأقل من 100 مقعد. أرحب بدعم بوريس جونسون للحملة الانتخابية، فهو يقدم الدعم لعدد من مرشحي الحزب من خلال نشره فيديوهات ورسائل داعمة لهم، وهو يكتب أسبوعيا في الديلي ميل عن مخاطر وصول كير ستارمر إلى السلطة. نايجل فراج زعيم حزب الإصلاح الذي يوصف بترامب بريطانيا يعد من أكثر الشخصيات السياسية شعبوية في البلاد لاستغلاله قضية المهاجرين لجذب الناخبين إلى تياره. فراج يطمح في حال أصبح زعيما للمعارضة في البرلمان إلى إجراء تغيير جذري في الاقتصاد والمجتمع البريطانيين، متوعدا بإغلاق الحدود أمام المهاجرين والانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. قلت منذ البداية إن هذه الانتخابات يجب أن تكون انتخابات عنوانها الهجرة، ليس لدي شك بشأن ذلك. أعتقد أن الانفجار السكاني وتأثير ذلك في حياة الناس هما أمران يهيمنان على مختلف الملفات. ويبدو أن صدى أفكار نايجل فراج بدأت تلقى صدى في المناطق المحسوبة تاريخيا على حزب المحافظين، مع استطلاعات رأي ترجح تقدمه بنقطة واحدة على المحافظين، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإجراء مناظرة تلفزيونية مع زعماء الأحزاب التقليدية. أعتقد أن نايجل فاراج هو الأفضل من بين بقية الزعماء السياسيين لأنه يتحدث بجرأة ويمثل الطبقة العاملة، أعني أنهم بعيدون كل البعد عن العمال. كيف يمكنهم تمثيل عامل نظافة أو سائق حافلة؟ لا يمكنهم ذلك. لا مؤازرة من المخضرمين سياسيا في حزب المحافظين على زعيمهم ريشي سوناك، فالنكسات السياسية على مدى 14 عاما ابتداء من البريكزيت وصولا إلى التدهور الاقتصادي دفع بعض النواب إلى الاعتزال السياسي، فترك سوناك وحيدا في مواجهة حزبي العمال والإصلاح محاولا تدارك الانحدار السياسي للمحافظين في الانتخابات المقبلة. موسى سرور، لندن، الميادين. والختام كالبداية من غزة وحكاياها التي لا تنتهي من جراء العدوان الهمجي عليها. عدوان أكد مسن فلسطيني أنه لم يشهد مثيلا له على مدى سنوات عمره 85. دمار عمري 85 سنة ما شفت الحرب، هذا حرب دمار، دمرونا، حرموا ديارنا وقتلوا أطفالنا وأولادنا. كم مرة نزحت يا حاج؟ كم مرة نزحت؟ نزحت يعني في الحرب 56 و48 والحرب هذه 57. مرت عليك حرب زي هالحرب؟ ولا عمره مر علي حرب زي هذا، ولا عمره مر علي حرب زي هذا، وانا عمري 85 سنة ما شفت الحرب. هذا حرب دمار، دمار للشعب الفلسطيني، دمار. ونبقى في غزة ومع هذه المشاهد لنزوح آلاف العائلات من شرق خان يونس بسبب تهديد الاحتلال وانتشارهم في العراء وسط صمت دولي عاجز. اقسم بالله تعبنا، خونا حال يا عمي، ملينا يا عمي الحياه هذه. معقول مليار 300 الف مسلم مش عارفين يعملوا حل؟ ده قضيه 2 مليون ونص غزاوي، هيك العالم تركتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا كل عربي وكل مسلم. عن جد الواحد يشوف نفسه تعبت بزياده، بيبسط. وانا من بلد الخزاعه، معقول مليار 300 الف مسلم مش عارفين يعملوا حل؟ ده قضيه 2 مليون ونص غزاوي، هيك العالم تركتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا كل عربي وكل مسلم.
جد الواحد يصير نفسه يتعبك بزيادة. بيبصيت أنا من بلد الخزاعة وبيتنا متدمر. مش معقول الحياة هذه يا عم. والله ما احنا أقسم بالله طالع وماني عارف الرأي. يلا كيف أنا معك؟ من خد كارهن كو عند قاعد بعد ما بدخل على السان والله ما عارف يمشي. خل عند غراب قول حاج عندهم أخويا صغير. مش عارفين ايش نسوي. والله ما احنا عارف ايش نعمل. اتمرمطنا يا عم. ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم مشاهدين الكرام زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.